ما هو الضمان في عدم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن الانسحاب أنه بعد الانتخابات ستنسحب؟ قد يكون غير شيء يعني. نعم، هناك قوى حقيقية على الأرض تهدد الوجود الأمريكي، وهذا ما سيؤدي إلى الانسحاب الأمريكي. إن الانسحاب الأمريكي ليس لسواد عيون العراق وليس عمل خيري تساعد فيه أمريكا العراق، إنها تحت ضغط واضح، وأن يوجد هناك قوى استهدفت القوات الأمريكية في السابق، ويمكن أن تستهدف القوات الأمريكية أيضا الآن قبل الانتخابات أو في المستقبل، وتعلم أمريكا ذلك بشكل جيد، ولا تريد لتصعيد الحرب في خارج قطاع غزة، لأنها تعلم جيدا أن المنطقة على كف عفريت، ولا تريد أن تزيد من ساحة الصراع في المنطقة، تريد التهدئة، وهذا ما تصبو إليه. تمام، يعني تقصد أنه ضربات المقاومة اللي يتعرضوا لها بين فترة وفترة أثرت بشكل كبير على وجودهم في العراق؟ أكيد. ومن أجل ذلك الآن ينور الانسحاب، خسارة كبيرة للإدارة الأمريكية، وتدفع الثمن غاليا في الانتخابات، ويوجد هناك مناظرة في الأسبوع القادم بين المرشح الديمقراطي والمرشح الجمهوري، ويمكن أن تستخدم هذه الأوراق بشكل كبير في الانتخابات الأمريكية، وهذا ما تريد إدارة الرئيس بايدن، تجنب كل ذلك إذا أمكن الأمر.